تعالوا في الفيديو ده بقى هنتكلم عن ايه، عن الديافرام. طيب عشان الفيديو اللي فات ايه حصل فيه مشكلة، ايه اللي حصل؟ الديافرام عبارة عن ايه؟ اسمه بالعربي الحجاب الحاجز. اسمه ايه؟ الحجاب الحاجز. ماله الحجاب الحاجز ده؟ قلنا ان هو بيفصل الريسبيراتوري سيستم عن الدايجستيف سيستم، بيبقى فاصل بالاتنين. ينفع تلاقي الاستومك بتاعتك نطف في زورك، المعده بتاعتك في زورك، ولا اللارج انتستم بتاعتك في زورك، ولا حاجه؟ لا، ده بيمنع ده عن ده. تمام، دي مهمته الاساسيه، مهمه كده ربنا مخليها له. طيب وبيعمل ايه تاني؟ لا ده بيعمل حاجه مهمه قوي. هي ايه؟ ان هو بيبقى قاعد، قلنا ان هو قاعد تحت الضلوع، تحت الريبس، at the base of ribs، تحت اخر ضلع. تمام، وبيعمل ايه؟ بيتحكم في الانهاليشن والاكسهاليشن. طيب اول حاجه قلنا ان هو لارج مسل، عضله كبيره، تمام، موجوده ايه تحت الريبس، تحت الضلوع، which plays an important role، بتلعب دور مهم في الانهاليشن والاكسهاليشن. ازاي؟ اول حاجه قلنا الريسبيريشن بروسيس عباره عن ايه؟ عباره عن انهاليشن واكسهاليشن. انهاليشن يعني ادخل هواء لجوه، يبقى انهاليشن، واطلع الهواء لبره اللي هو الايه؟ الاكسهاليشن. تمام، طيب يبقى الانهاليشن اكسهاليشن دول مين اللي متحكم يقعد يعمل فيهم؟ الايه؟ الديافرام، اللارج ماسل اللي تحت الريبس اللي اسمها الديافرام. ازاي؟ تعال نشوف الفيديو ده. يب دي كده، بص كده، يلا. بص بص ده فريم. اهو الرئة تكبر، الديافرام يخس لتحت، يكش لتحت. بص لما يشفط يطلع طلع هو لبره، الديافرام يطلع لفوق. طيب تعال نقول مع بعض. طيب في الانهاليشن ادخل الهواء لجوه، اعمل صح، ادخل هواء نعمل ايه؟ طيب الديافرام يلاقي الرئه جايه، ايه ده انت بتكبري كده ليه؟ انت بتكبر، مش هي كانت بتكبر؟ فاكر لما كانت بتكبر وكنت وريتك فيديو وهي بتكبر؟ صح اهي. لا 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 لا، انت بتكبري كده ليه؟ ده بص، تخيل بقى الديافرام تحت هنا، انت هتفحصيني ولا ايه؟ لا هنزل لتحت يا ماما يا ماما. هيخفوا ايه وينزل لتحت؟ هيكش كده وينزل لتحت، هيكش وايه وينزل لتحت. يبقى الديافرام كونتراكت لما اعمل وكبر الرئه. ايه ده يا ماما؟ الرئه بتكبر، هتلزق فيا. لا 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 لا، هيعمل ايه؟ كش، شرينك. شرينك يعني ايه؟ كش او كونتراكت. شريك شرينك او ايه؟ او كونتراكت، يكش وينزل لتحت، يتحرك لتحت. موف، موف يعني سوري، موف يعني ايه؟ يتحرك. موف يعني ايه؟ يتحرك. يتحرك لفين؟ يتحرك لتحت. اند موف داون وورد، يتحرك لتحت. يبقى اعمل ايه ده الرئه بتكبر؟ لا 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 لا، انزل لتحت، اكش وانزل ايه لتحت، هعمل شرينك وانزل ايه لتحت. يبقى كده الدايفرام ماسل حصل فيها ايه؟ ان هي كونتراكت وموف داون وورد. طب لما اعمل لا يا عم، الرئه رجعت مكانها، هعمل ريلاكس واطلع لفوق، ريلاكس وطلعني لفوق مكاني يا عم، دي كانت خضاني قوي. او ايه؟ او اكسباند، يتمدد ويطلع لفوق. يتمدد ازاي؟ تعال نتفرج على الفيديو تاني. بص كده، بص بتطلع لفوق ازاي؟ ايه ده ايه ده؟ بص اما تيجي تعمل كده، بعمل كده، بص كده الرئه بتكش، يعني بعمل بص كده ايه، بملى الرئه. بص بتنزل تحت ازاي؟ طب بعمل اهو، طلع لفوق وتمدد، طلع لفوق وتمدد وعمل ريلاكس. طيب size of chest، حجم الصدر بي ايه؟ increase. حجم الصدر بي ايه؟ increase، بيزيد. انا بعمل الصدر بيزيد. size of chest، حجم الصدر بيزيد. increase يعني يزيد، او enlarge يكبر. increase يعني يزيد. عكسها ايه؟ decrease. exhalation لما اعمل ال size of chest ايه؟ يدكريز، يقل. يبقى ايه؟ narrow، يصغر.
طيب يبقى كده انا قارنت بين الدايفرام ماسل والسايد اوف شيست. الماسل بيحصل لها ايه لو الانهاليشن؟ لا 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 لا، الرئه هتكبر، نزلني لتحت، هكش وانزل لتحت، يبقى اعمل كونتراكت وهيتحرك ايه داون وورد. طب الاكسهاليشن، ريلاكس يا عم، دي الرئه صغرت تاني، ريلاكس ومدد مدد رجلك كده، مدد مدد، اعمل ايه اكسباند، ويتحرك ايه لفوق. طيب تاني حاجه هقارن بيها حجم الصدر، حجم الصدر هي ايه، هيكبر ولا هيصغر؟ ده بيكبر اهو، تمام. يبقى increase size، بيقولك ده السايز بتاع البلوزة ايه، سايز حجمها او المقاس بتاعها، مقاس الصدر بيزيد increase. طب size of chest في exhalation decrease. طيب type of air، نوع الهواء، type يعني نوع، نوع الهواء، الهواء اللي داخل reach، غني او مليان، غني او مليان بالايه، بالاكسجين، جاز، الهواء اللي داخل مليان بالاكسجين، enter the lung، enter يعني يدخل، يدخل الرئة، الهواء اللي داخل مليان بالاكسجين. طب وفي الاكسهاليشن، الهواء اللي داخل مليان، الخارج مليان بالايه، بالكربون دايكسايد، is expelled out، يطرد من اللونج. تعال نتفرج على فيديو كده الايه للنفس تاني. بص اما اعمل اكسهاليشن، اعمل كده انهاليشن، الرئة تكبر، الرئة تصغر، الرئة تكبر، والديافرام ينزل ويكش، بعد كده الديافرام يتمدد ويفرد رجله كده وايه، ويعمل ريلاكس، تمام. تعال نتفرج على الفيديو التاني ده. لا 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 اهو، تمام. طيب زي الفل، يبقى كده اهو الرئة بتكبر، ده ينزل لتحت. طيب تعال نشوف دي، قول لي اشرح، قول لي ليه، اكسبلين ازاي، هاو داز، ازاي الريسبيراتوري سيستم بيدي الاكسجين، جيت الاكسجين تقول بادي، تقول تو ذا بادي سيلز، لخلايا الجسم. يعني ايه خلايا؟ يعني اصغر حته في جسمك، ازاي الاكسجين بيوصل لها؟ ليه؟ عشان الاكسجين، هقول له بالبلدي، الاكسجين بيخش الرئه عن طريق الانهاليشن، بعد كده الاكسجين هيروح للدم، فالدم هيوديه لكل حته، يبقى الاكسجين انتر ذا لانج، الاكسجين بيخش الجسم اثناء الانهاليشن، ديورنج انهاليشن، زين ثم ذا بلاد، الدم ترانسفير، ينقل الاكسجين، ينقل الاكسجين لايه، تو اول بودي سيل، تو يعني الى، تو يعني علشان او الى، على حسب الجمله، اول يعني كل خلايا الايه الجسم. طيب في حاجه كنا قلناها، مش عارفه قلناها في الاول، قلنا ايه، الكربون دايكسيد، الكربون دايكسيد اللي بيطلع ده، which is produced، اللي بيطلع during respiration، اثناء التنفس، اثناء عمليه التنفس، is a waste، ويست برودكت، حاجه كده فضلات، حاجه كان البيبي بتاع الجسم بس عن طريق النفس. ايه ده البيبي بتاع النفس؟ الكربون دايكسايد. يبقى البيبي ده حاجه وحشه، يبقى زيس جاز، الجاز ده از هارمفول، هارمفول يعني ضار، هارمفول يعني ايه، ضار او مضر، تو اور بودي، لجسمنا. سو عشان كده وي ماست اكسبيل ات اوت، يعني احنا لازم نطرده بره اثناء الايه، انهاليشن واكسهاليشن، لا الاكسهاليشن. طيب بيقول لي بقى give reason ليه we can't hold، ما نقدرش نمسك our breath، نفسنا لمدة طويلة، نقدرش كده لمدة طويلة، عشان انت كده ولا هتدخل اكسجين ولا هتطلع كربون دايكسايد، فانت كده جسمك مش هيشتغل، because علشان we can't inhale، مش هنقدر ندخل الاكسجين ولا نطرد and expel out carbon dioxide، so عشان كده البادي، الجسم كانت مش هيقدر perform its vital process، مش هيقدر يعمل الوظيفة بتاعته، تمام. يبقى انا ليه ما اقدرش امسك نفسي كده، امسك نفسي واعمل، عشان كده ولا جسمي هيخش الاكسجين ويطلع منه كربون دايكسايد، عشان كده جسمي مش هيقدر يعمل ايه ال vital process، يعني الامور الحيوية بتاعته، اي حاجة يعملها، او اقول ال function بتاعته، الوظيفة بتاعته، جسمي مش هيقدر يعمل الوظيفة ايه بتاعته، function اهي، عشان مش شايفة f u n t n c t i o n، خلاص. طيب انا كده خفت يا دكتور، ودلوقتي اي حاجه هتحصل في الرئه ولا تحصل في الدايفرام انا خايف عليها قوي، ومقدرش اتنفس وخايف، صح؟ اه. طيب يبقى ازاي احافظ، ايه ده، ازاي احافظ على الريسبيراتوري سيستم هيلثي، ازاي احافظ عليه كويس؟ اول حاجه اتنفس هوا نضيف، هتنفس دخان سجاير واتنفس حاجات كده، لا اتنفس هوا ايه، نضيف، بريثنج يعني اتنفس كلين اير، هوا نضيف. تاني حاجه اكل حاجات تغذي الرئه، اديها فيتامين سي، ايت فروت ريتش ان فيتامين سي، وكنا اتكلمنا عن فيتامين سي فين، في الاورنج والجوافا، لما كنا عليها في الدايجستيف. طيب
تالت حاجه افويد سموكينج اند سموكينج اريا، هبعد ابتعد يعني افويد سموكينج ابتعد عن التدخين اند سموكينج اريا، والحتت اللي فيها تدخين ما بقاش هم بيشربوا بيطلعوا دخان وانا اشم الدخان. تمام، المنظر ده كان في الكتاب القديم، انما في الكتاب الجديد المنظر ده من غير صور. تمام، تعال نشوف كده رئه واحد مدخن عامله ازاي. طبعا فرق كبير عن الرئه الاولانيه، شايف ضيعه، يبقى لازم نبتعد عن التدخين ولا لا؟ لازم نبتعد عن التدخين. تعال نحل مع بعض. قلنا ايه؟ during inhalation، اثناء الانهاليشن، the diaphragm muscle، الديافرام عضله الديافرام، الانهاليشن يعني اعمل لجوه، ها الديافرام هينزل ولا هيطلع؟ يعني الرئه هتكبر؟ لا لا لا، هيكش وينزل لتحت. هيعمل ريلاكس؟ لا مش هيعمل ريلاكس طبعا. تمام، يبقى هيعمل contract او ايه، او ها ها shrink او ايه shrink. تمام، ويتحرك ايه لتحت، اه يتحرك لتحت، لكن الكلمه دي غلط. طيب الريسبيريشن بروسيس، عمليه التنفس، اذا بروسيس هي العمليه ان الهيومن الانسان بياخد الانرجي من الاكل، لا ده العمليه التنفس هي الانهاليشن والايه والاكسهاليشن، هتلاقيها تحت اهي. الريسبيريشن بروسيس تتضمن ايه، انكلودز ايه؟ اي ما يقول لك ريسبيريشن بروسيس يبقى انهاليشن واكسهاليشن، او ما اقول لك ريسبيريشن بروسيس يبقى انهاليشن واكسهاليشن على طول. طيب طيب الريسبيريشن بروسيس از ا بروسيس، هي العمليه اوف انتر اير انترينج ذا اير، الهواء اللي بيخش شايل ايه؟ شايل اكسجين وكربون دايوكسيد، شايل اكسجين، لو داخل شايل اكسجين انتو بادي، والبوشنج اير يزق الاير اللي شايل ايه؟ كربون دايوكسيد، شايل مين؟ كربون دايوكسيد. كده خلصنا ليسون 4. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوه. لو حد محتاج اي حاجه او محتاج يشترك في نظام الاونلاين، ده الرقم. تمام، علشان لو محتاج يتكلم في اي حاجه او يسال اي حاجه او يبعت سؤال في الكومنت. تمام، وطبعا طبعا طبعا ما تنساش ايه تعمل ايه، سوري مش عارفه نشغل البتاع اللي كده اهو، ما تنساش تعمل ايه لايك وسبسكرايب. تمام، عشان ايه لايك وشير، شيرها مع اصحابك، وسبسكرايب يعني اشترك في القناه، وتفعل الجرس عشان اول ما انزل فيديو على طول يوصل لك ايه الفيديوهات، ويجي لك نوتيفيكيشن بيها، يجي لك يعني ايه اشعار بيها. تمام، يلا باي باي.